ارفع الشاويني جاي طالعة. انا برقص الرقص هذا علشان شخص بحبه كثير كثير جدا، وبحس انه معي وبتمنى يكون معي. انا مشهور في الاردن بابو اليمن، بائع القهوه اليمني. علم بالله اسوي لك واحده ساده مزبطه متكتك مفيعه. ابشر ابشر. طبيعة شغلي ان انا اخذ الصينية اوقف بالشارع بحيث ان الناس تلتفت انه في هذا المكان في قهوة. انا قعدت فترة كنت كل يوم من الثاني امل، فجاء يوم حطيت السماعة باذني، حطيت على اغاني يمنية، شوي بحرك في الصينية، بديت ارقص شوية شوية، شفت في تفاعل مع الموضوع، طورت من حالي شويه، صرت ارقص رقصات يمنيه. لف 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 لف. الله حي الله حي الله حي. وطن معايا ذهب صفون امين. الله حي. كل الاحترام مع كل التقدير، سامحونا على التاخير. الله يسعد مساك يا الغالي، والله على راسي يا خالد. كل الاحترام يا غالي. يا غالي. انا كنت في اليمن بصنعاء. على عيني وعلى راسي. اشتغل باليمن. والله على عيني وعلى راسي. اللبس اليمني انا ما كنت بلبسها من قبل. بس مع انجذاب الناس، لفتت نظر الناس، كان الزبون يوقف انت يمني انت يمني. فحبيت اعرفهم اني يمني عن بعد. انا كان حلمي اني ادخل اعلام، مجال تمثيل كوميدي. جيت للأردن بتاريخ 4/8/2018. أول ما دخلت اشتغلت في مطعم لمدة 7 شهور، بعدين تركت المطعم واشتغلت بقهوة، وللآن شغال بالقهوة ما يقارب سنة ونص. حبيبي أنت وينك من زمان، أنا قديم برايلك سنين. عيني على راسي. يلا حي. طمنا عنك يا غالي. امورك لكم قهوه. ابشر بعزك. تفضل يا غالي. احب اني اقابل زبوني بابتسامه ويقابلني بابتسامه. الابتسامه على الريق حلوه. الله حيهم. الله حي. لف. الله حي. طلع على راسي حبيب قلبي يا غالي. والله غالي. هلا تحت امرك يا غالي. حبيت اني اظهر شيء من التراث اليمني او من العادات اليمنيه اللي بنسويها في الاعراس والمناسبات. الحمد لله التفاعل إيجابي أكثر من سلبي. التعليقات السلبية، يعني زبون علق علي تعليق سلبي، خلاص ما برد عليه بإشي سلبي، أو بضحك بوجهه وأقول له أهلا وسهلا يا غالي. يا غالي على عيني على راسي. الله حي. بدك شيء تمرني بشيء؟ كل الاحترام يا غالي. أيوه أيوه. يلا ليش دينا يا لقيت انتقادات من اشخاص يمنيين بحكم انه انا بهين اللبسه اليمنيه، فبحب اقول لهم لا انتوا غلطانين، انا ما بهين اللبسه اليمنيه، انا بظهر اللبسه اليمنيه وعن اصولنا اليمنيه. تكش ثاني يا خال. بتتذكروا الشخص اللي قلت لكم برقص عشانه لاني بحبه كثير كثير؟ هذا الشخص بتكون خطيبتي، وبحكم العادات والتقاليد اليمنية ممنوع اني اتواصل معها، ممنوع اني اشوفها. كل ما بسمع عنها هو عن طريق اهلي، وبيزداد شوقي لها كثير. كيف ممكن احب شخص ما شفته؟ الحب عفوية، وأنا من خلال كلام بنات أخي وكلام أمي عن البنت حبيتها بدون ما أشوفها، بدون حتى ما أتكلم معها. وإن شاء الله بتمنى من الله أنه يجمعنا على خير وبأقرب وقت.
كيف انت؟ كيف احمد اخي؟ انتم بخير مبتهلين. وقفت معي في اشد المواقف، منها انه سفري من اليمن الى الاردن، هي من وقفت معي وهي من ساندتني معنويا وماديا. زبوني اللي بيجي علي ما إلوش أي دخل في مشاكلي أو في همومي، هو لازم إنه يشوف مني ابتسامة، لازم يشوف مني ضحكة، لازم يشوف مني كلمة حلوة. الله حي، الله حي. أسعد الله صباحكم بكل خير يا أصحاب، كل الاحترام مع كل التقدير. أنا بتمنى كثير جداً جداً إني أأدي الرقصات هذه بين أهلي وبين أصحابي وقت عرسي. من قصة إنسان، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات، ولو عجبتكم القصة دي شاركوها مع أصحابكم، ولو عندكم قصة عايزين تشوفوها على قناتنا اكتبوها لنا في التعليقات.